الكهرباء جاتنا 1,550,000 زين، واحنا مكان سكني، نروح له بالكهرباء يقول لنا هاي مشكلتكم والله شو نسوي لكم احنا زين، هاي صارت على السمار وعلى الخصخصه وما ادري شنو. قلت له نحكي وياه ما يجاوبنا، يعني ما يعطينا جواب، لا يحل ولا يربط. ليش احنا شنو مواطنين؟ لو جايين منين جايين احنا؟ يعني يصير هاي شيء اسعار يجيبون لنا يصير؟ ومن تروح له بالكهرباء يحكي وياك معلق يقول لك هاي مشكلتك، روح شو تسوي سوي، يصير هذا الحكي؟ واحنا منين نجيب؟ احنا ناس منين نجيب؟ احنا كنا قاعدين بالايجارات مكان سكني، يقول لك لا انت قاعد بمنطقه تجاري، يعني مكتوب تجاري لازم تمشي لنا اياها تجاري؟ يصير هيجي؟ هاي منين جابوا لنا هاي الخصخصه؟ منين؟ زين هذا المدير مال الكهرباء انسان فاشل، انا اقول لك فاشل، وماكو اي يعني من هاي الاجور اللي يجيبوا لنا، احنا محله كامله كلها 3 ملايين 4 ملايين 3 ملايين، ليش؟ تروح لهم يقول لك لا والله هاي خصخصه تجيك 10 وتجيك 15، هاي العشره تعال شوفها اقرا وشوف.